أنا لحالي ولو لعيونكم، ما في داعي تعذبوا حالكم يا شباب. وقت عاد يصير بيناتهم عاد تتعذب. تعلم 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 اني وياهم وكلياتنا متنا، بس هو هذا حل حلو اني افجر قنان الغاز. اشتغل صح لحد الآن. لا 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 صعبة صعبة والله العظيم صعبة، بس هي بتزبط صعبة، بس تزبط. A few moments later. هسه الغاز ما عاد يفجر. خطة نابليون خطة نابليون خطة نابليون كثار 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 كثار. ما في غاز جديد؟ حاطيلي غاز جديد. لا 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 أقاوم بس هالمرة، بس هالمرة أقاوم. لك لا 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 خلصت. اف 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 3 ساعات. ها قديش؟ اكثر من ربع ساعة والله، ربع ساعة العب بيها. هاي بدها حفلة، بدها هلهولة هاي. يا الهي كم لبتنا. قمت زغرط خلصتها ولي شكله، حتى هاي المرحلة وسخة مو؟ والله شكلها. طيب انا بدنا شو القام من الاول، بدنا الدرع فورا. وين بدي اهرب هسه؟ كله على التوكلة يا شباب. لا 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 شغل وين؟ هذول ضربهم مأذي. بس والله مرحلة بنتي كلب. والله في صوت مو عاجبني، انا في حدا نايم. الصوت هذا مو عاجبني. تعالوا تعالوا، في لسه في، بس مين هذا النايم؟ يا شباب نشف دمي. ها ابو من هذا معي؟ ها
انت اللي يكون انت اللي هتخوفني. صوت هذا النايم والله مخوفني. الا ضربت الا ضربت. ها على انك حتى كانت راح تصيبني. تعال حبيبي انت، تعال تعال انت. خش بحضني، خش بحضني يا شباب. هذا هذا خش بحضني. هذا ايش فيه؟ بس عندي عقربة عقربة عقربة. عاد نشوف ما يعطوني سلاح جديد هنا. معقول؟ ايش في هنا؟ بس اهم شي اضل اروت اول باول. وطلق شو كان؟ بس عندي كثير، بس القنابل القنابل ما عندي. كان في شي شكله. سلاح جديد يا شباب. اخذنا الاكي ام، اخذنا الاكي ام على السريع على السريع على السريع. لا من كل مكان. ما بدي الاكي ام اخي. ثار ثار ابو كثار كثار كثار. حاجز القنابل ما عايزت. مين هيضرب؟ يعني طيب فجرت شلون صابتني؟ طبعا عندي بس 13 طلقة. ياه ياه ما ظل عندي ذخيرة. هاي بس الذخيرة اللي اعطيتوني اياها هسه. نرجع الشوتجان. ليش ما نرجع الشوتجان؟ هما كل مرة يعطوني طريق جديد. طيب الاكي ام استعملها بالحالات الضرورية القصوى القصوى القصوى. اوكي نكمل طريقنا معناها. خلاص نرجع الشوتجان. اكثر شي هو اصلا طريق الشوتجان هيكون قنابل. لازم احاول انوع بالاسلحه. ضلت العب بسلاح واحد ما يمشي الحال. بس ليش يعطوني كل هالشي؟ شكله في علقه مرتبه يعني. مو انا ايش حاسس هاي على البدن. ابو هذول جماعه الليزر هيك صاروا بدمي. بس ليش هيك صاروا بدمي هذول الليزر؟ طيب بدير بالي معناها فورا اكي اي وجماعه الليزر. مو
لا لا مو مسدس، فتت بالحيط، ما كان بدي مسدس، ما عرفت ابدل على سلاح ضعت. كمان صعبة هاي. كم بدي عليها نصيب كم يا أخي؟ ها تفضل تفضل، هذا الحيوان ما بده يموت، هذا الدم ايش كثار. بس دم يحمل يتحمل شوي معنا. لا هذا شو عم ساوي بخلقتي؟ اوه دم مش قد كثير، في دم في دم في دم في دم في دم. اه اخذته، لا ابو هذا شو يسوي هناك؟ شو بدي اسوي مشان هون؟ دم شوي دم. اوف هسه قدرنا له، بدنا دم عم نطلع من كل معركة، ما في دم والله، ما في دم، ما في صعبة. انا ما داعي يتوفر، باوع باوع هين شكله، والله في اكل هوا، اعطوني كل هالشغلات هاي، عاد احس بكرم زائد، بس بعد الكرم الزائد دايما في بلع. ما ضل شي ما فلنا، هات هات هات. والله الساحة هاي شكلها فيها دبكة يا شباب، فيها دبكة أبو حبي دبي، الله شكلها فيها دبكة. أيوة عرفنا الشي، حتى يعني في رصاص عرفت؟ وعطيني رصاص وصناديق وقنابل حبيبي، هاي تطوير شخصية لسه، بس ما عرفت المغزى منها، ما فهمت شنو هو. ما فهمت يعني، إذا حدا يعرف يا شباب اشرح لنا بس. أبو أهرب، اهرب. لك حتى ما يطيرون وراي، اهرب اخوي عامر، اركض اخوي عامر.
زلمة تبعت. يا شباب يا لطيف لسه ينبعون. لا اكلوا والله العظيم ما في غير عاد اهرب، اقسم بالله ما في غير عاد اهرب. ابوه هذا فجر بنصي هذا. حاري هاي صار بدها صفنا لحالها. لا خلص اليوم حاجة سيريوس. لعمة فاجأتني يا لطيف ما اكثرهم. لا خلص ان شاء الله بكرة باشر باشر يا شباب، ان شاء الله اليوم تصبحون على خير.